شهد يوم أمس مجمع نور الإسلام لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بمدينة المساقط مناسبة تخريج 50 حافظا لكتاب الله الكريم. تقرير محمد حسن آدم. ترأس الشيخ الإمام النور حسن محمد عضو المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية ممثلا لرئيس المجلس الأعلى حفل تخريج 50 حافظا لكتاب الله تعالى من مجمع نور الإسلام لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بمدينة المساقط حاضرة مقاطعة حراز البيار بإقليم هجر لميس. المناصبة حضرها الأمين العام للإقليم سبي بوكور وحاكم إقليم أنجمينا الدقوية عقوب، إضافة إلى حضور عدد كبير من المسؤولين الإداريين والتقليديين والبرلمانيين والعسكريين بالمنطقة. هذا المجمع يوم 22 شهر 3 2013، وعدد الطلاب في بداية هذا المجمع 17 طالب فقط، والآن وصل عدد الطلبة 294 طالب وطالبة، ونحن اليوم في تخريج الدفعة الثالثة وهم 50 طالب وطالبة واحدة. كما أثنى بهذه المناسبة مدير مؤسسة الشفيعة الخيرية الشيخ المهدي يوسف محمد على الإنجاز الكبير الذي حققه المجمع، داعيا الخيرين من أبناء المنطقة دعمه من أجل تحقيق رسالته السامية التي تهدف إلى تكوين جيل متربي على الأخلاق والآداب الإسلامية. كما سمحت المناسبة للكثير من العلماء بالتعبير عن شكرهم لمؤسس المجمع ومعاونيه من المعلمين على الجهود الجبارة التي بذلوها في تحفيز هذه الكوكبة القرآن الكريم. إنها لحظات فرح وسرور أن نجتمع في هذه البقعة المباركة ونشارك هؤلاء الأشبال فتية الإسلام الذين حفظوا القرآن الكريم، ونحن كما قلنا هؤلاء الأطفال هم أمانة في أيدي آبائهم. واختتم الحفل الأمين العام لإقليم هجر لميس صبي بوكور ممثلا لحاكم الإقليم موضحا بأن العمل للإسلام مسؤولية الجميع، وأن إعداد وتكوين جيل المستقبل بهذا الشكل يساعد الوطن كثيرا في خلق جيل صالح ونافع للإباد والبلاد. وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات حفظ القرآن الكريم للخريجين البالغ عددهم 50 حافظا لكتاب الله تعالى. دينيا أيضا وبحضور مفتي البلاد فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو ممثلا لرئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية، نظمت صباح أمس بقصر الخامس عشر رابطة الأشراف أهل البيت الفاطمي مناسبة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. تقرير حسن جدة عمر. ذهبت رابطة الأشراف أهل البيت الفاطمية منذ تأسيسها في العام 2005 بإحياء ذكرى مولد سيد خلق الله أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه، كما أصبحت الرابطة صاحبة السبق في إقامة هذه الاحتفالية في كل عام. وقد جاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار وإنك لعلى خلق عظيم. بدأت المناسبة بأي من ذكر الله الحكيم، بعدها توالت الكلمات تبعا من ضمنها كلمة رئيس رابطة الأشراف أهل البيت الفاطمية. ولينا أذكارنا كل أذكار سليمة وماشيين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان ده كل سنة مين أصلنا رابطة الأشراف أهل البيت الفاطمي لينا نهتفل بإيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم لينا قاعدين في ثالث أشهر ما قصرنا، واتفاقنا كل بيت وانتم بنيت نينا ما كل ماشيين في نفس المسيرة. عقب ذلك تحدث ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي البلاد، وقد تمحورت كلمته حول فضائل وأخلاق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة، إن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إليها أحد من العالمين، ولذلك هذه الآية التي جعل شعاراً لهذا الاحتفال تدل على ما قلنا. ولقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيماً
لذلك كان أصحابه رضي الله عنهم كل واحد منهم عندما يرى المعاملة التي تصدر من سيدنا رسول الله تجاهه يظن أنه أفضل الناس عند رسول الله. بعد هذه الكلمات توالت فرق الأمداح الواحدة تلو الأخرى، من ثم رفع الجميع أكف التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ البلاد من كل سوء.